فإلا حبينا احنا الكفاءة تاعنا والأطفال تاعنا النشأ، لازم نحو لي طرابانديست اللي يحب يدير تجارة يروح للخضرة، يروح للعقار، يخلي الأطفال هادو ترونكيل. الكتاب دوكا الكراس الأخر راه يدير 30,000، رانا حابين الجيل هذا نردهم يقراو، من حقهم يقراو هادو، عندهم حق كيما يقولوا تاع التعليم. مازال بزناسي يستنى وقتاش الكتب يخرجوهم برا ومن بعد يعاود لهم البيع. حنا حبينا هاد الأطفال المساكن اللي راهم كيما يقولوا أمانة عند الجزائريين قاع. يا أخي حبيت بزنس العام قاع ليك، بيع زلابية، بيع واش حبيت، خلوا الأطفال ترونكيل. كراس ب 30,000 ومن بعد الحقيبة المدرسية تاع طفل توزن 30 كيلو، يدير الحديد هذا.